طبعا دعينا لهذا اللقاء وكانت الدعوة مفتوحة كنوع من الخدمة المجتمعية لكل أولياء الأمور سواء كان أبنائهم داخل المدرسة أو خارج المدرسة، ولكن للحديث عن تداعيات طول فترة إغلاق المدارس وانعكاسها على الصحة النفسية والذهنية للطالب وأيضا أثرها على النمو الأكاديمي. الصحة النفسية احنا مو قاعد نتكلم عن الصحة النفسية لأن ترند، لأن صار وايد ناس يتكلمون عنها، ولكنها أساسية للتعلم. تدرج في عودة الطالب إلى المدرسة أمر مطلوب. أنا أعتقد هذه مشكلة جيل كامل ما راح تختفي، والجيل مثل ما أنت عارف يعني هذا الجيل، هذا الجزء اللي راح نعاني من هذه المشاكل في المستقبل لسنوات عديدة. إذا طبقت الاعتراضات نسبة الإصابة بالمدارس أقل من 1%، حتى بعض المدارس سووا عليهم دراسات أقل من 0.5%. هل في مشكلة في طفلي سبقت الكوفيد؟ هل طفلي عنده مشكلة في التواصل الاجتماعي؟ طبعاً إحنا في المدرسة أصرينا على إقامة امتحانات التقييم والقياس، هي قياس نمو الأكاديمي للطالب داخل المدرسة حتى تكون عندنا بيانات دقيقة، معلومات صحيحة، وبالتالي الاستراتيجية تكون مبنية على أسس علمية. والتحديث عن هذه الاستراتيجية يعني تكون هناك ثقة من ولي الأمر بإدارة المدرسة بأن الطفل في أمان إن شاء الله لما يعود إلى المدرسة في السنة القادمة. الغزو كان مختلف لأن الكويت بس اللي أصيبت فيه، ولكن الكورونا العالم كله، بس طبعا اللي أصيب اللي اختص فيه الشعب الكويتي هو إغلاق المدارس لهذه الفترة الطويلة. شوف، هو الاشتراطات اللي حطوها ممتازة من وزارة التربية ووزارة الصحة، لكن لازم يعطون المدرسة الأريحية، يعني كل مدرسة خلاص تاخذ الاشتراطات تضبطها على نظام مدرستها، على طريقتهم، علشان ما تقدر تاخذ مسطره واحده. يعني في مدارس مثل مساحتهم كبيره وعدد الطلبه وايد صغيره، في مدارس مكثفه ومساحتهم صغيره، فهذه طريقتها راح تكون مختلفه. لازم 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 نعطي المدرسه الاريحيه في تشغيل مدارسهم وشلون بيدخلون الطلبه، شلون بيمشون نظام التعليم، لان اعتقد ان المدرسه هي اكثر مكان امن من اي مكان ثاني. اول جزء لحل اي مشكله ان انت تعرفها وتتوقعها، وفي مشاكل احنا مو عارفين ورح تظهر يعني شهر 9، فنتمنى أنه يكون عندنا قدرة على تحمل أو معرفة هذه المشاكل إن شاء الله أول ما تظهر. العودة للمقاعد المدارس ما رح تكون سهلة، الطالب سيجد صعوبة في الانخراط للفصل أو للصف الدراسي مجدداً، بالتالي محتاج ولي الأمر الأخذ بهذه النصائح بطريقة جدية. وأيضاً هناك برامج صيفية راح قدمناها لولي الأمر والطالب، وهناك فترة أسبوعين تهيئة الطالب قبل البداية الرسمية للمدارس. هذه كلها خدمات يعني إحنا نقدمها كنوع من الدعم للعودة السليمة. الأنشطة لازم تكمل مثل ما هي، لأن وايد من المناهج من المدارس الأنشطة جزء من المنهج، فأنت ما يصير تشلع شيء وتحط شيء. لا تدخلون بالمناهج، لا حد يتدخل بالمناهج، خلوا المدرسة على أريحيتها وعلى طريقتها، وهم بدام يأخذون الاشتراطات يسوون اللي يقدرون عليه. إن مثلا مشاكل السلوكية احنا نتوقع 20%، الحين راح نتوقع 90 إلى 95% من الأطفال خصوصا في المرحلة الابتدائية ممكن يكون عندهم مشاكل سلوكية. لجنة من وزارة الصحة قيمت المكان، تأكدت من اتباعنا لكل الإجراءات الصحية والوقائية، وأيضا حضرت في بوجود الطلبة وتأكدت أن البعد الاجتماعي موجود والمسافات أيضا كما هو مطلوب، يعني وافقوا على كل هذه الشروط اللي احنا تبعناها. فهذا وايد مهم ان احنا نفهم ان التحديات اللي راح نواجهها راح تكون خاصه بالعمر. نسبه الاصابه بكل مكان ثاني ترى 70-80%، اي مكان ثاني ما في نظام وما في restrictions، نسبه الاصابه دائما يعني معروف التجمعات 75%، فالمدارس لعبتها النظام، فالمدارس هاي شغلتهم، فما حد يقدر يسوي كذا المدرسة. الإنسان بشكل عام هو كائن اجتماعي، إحنا ما نقدر نعيش من غير التواصل مع اللي حوالينا، مع نفسنا ومع الأشخاص اللي حوالينا ومع بيئتنا، فبالتالي التواصل الاجتماعي هو الطريقة اللي تطور فيها الدماغ. بدون التواصل الاجتماعي لا يستطيع الدماغ أن هو يتطور. كان يعني لقاء كما يعني تشاهدون كان لقاء مثمر، كان حضور جيد، نتمنى أن الكل يستفيد منه والأخذ بالنصائح اللي أعطيت لهم، لأن العودة ما هي سهلة بعد إغلاق سنة ونص، وهذه أنا أعتقد أنها فترة طويلة، والكويت من الدول أعتقد الوحيدة أو القليلة اللي طالت فيها فترة الإغلاق لمدة
تزيد عن السنة ونص، فالعودة راح تكون صعبة.